وضعنا عنك وزرك ووضعنا أي حططنا. لكن أشار المصنف في التفسير إلى أن الوزر المقصود به الذنب، حيث فسره فقال بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذا تفسير للوزر بأنه الذنب، ومنه قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ذنب أخرى أو حملة أخرى. والمعنى الثاني للوزر أنه الثقل، الثقل مطلقا، سواء كان ثقل ذنب أو ثقل هم أو ثقل مكاره، فقد وضع الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك كله. وأي المعنيين أقرب؟ المعنى الثاني فيما يظهر والله أعلم. وضعنا عنك وزرك أي خففنا عنك الحمل الذي تلقاه والمتاعب التي تواجهها في دعوة الناس، فوضعها الله تعالى عنه وخفف عنه ذلك بأن وسع صدره وشرح صدره وأعانه بما أعانه به من كريم السجايا والصبر على الخلق. هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. وقوله ووضعنا عنك وزرك أي وضعنا عناية بك هذه المتاعب والأخطار، فعنك هنا نظير قوله لك في قوله ألم نشرح لك.